أحمد البطل لديكم، لا خوف عليكم، أنا أحمد البطل، أحمد هيرو. والآن رح نشوف إحنا الكوكب القدام، الكوكب الخاص فينا، ورح نتعرف إحنا اليوم على الشرير اللي رح نحاربه. يلا هل أنتم مستعدون؟ 3 2 1 تررر. يا سلام يا سلام، لا يوجد كوكب أمام الكوكب الخاص في أنا، يعني أنا الآن رح أروح مع زعرور البطل ورح نتفقد أمور المواطنين والسكان. الآن أنا رح أفرجيكوا هاي الحركة. 1 2 3 بوم. إيه بابا من وين طلعت؟ أنا إجيت معاك يا زعرور البطل الصغير، عشان يا زعرور أنا بدي أتفقد أمور المواطنين والشعب. أيوة يا بابا، أصلا أنا كنت بنتظر فيك يا حبيبي. يلا يلا خلينا نشوف هذا مطعم الصيني، ما بدهم أي مساعدة. خلينا نشوف إحنا هون، شوف إحنا هون. إيه يا بابا إيش في؟ إيه في طفل بيبكي. أنا بدي أدخل علي الحديقة. هاي مرحبا يا طفل يا صغير. أحمد البطل، أحمد البطل، أنا بحبك. وأنا بحبك يا جميع الأطفال. ليش أنت جالس بتبكي حاليا؟ أنا جالس ببكي عشان بدي أدخل علي الحديقة. طيب ليش ما تدخل عادي؟ الناس بتقبل علي وبتنمر علي. تعال تعال معي أشوف مين في أي أحد بتنمر عليك يا طفل يا صغير. خلينا أشوف، ما في أي أحد. والله أنا فكرت إنه في حدا. هي والله غريب الأطوار هذا يا بابا. هي أنت زعرور، أنا بحبك، ويا أحمد أنا بحبك، لكن أنا بدي أطلب من أحمد طلب رائع كتير كتير. تفضل شبيك لبيك أحمد البطل قدام عينيك. أنا بدي أحكي لك، ممكن أجي على الكوكب الخاص فيك؟ بصراحة هذا الأمر جدا خطير، وأنا للأسف الشديد الآن رح أرفض. أوه يا سلام، عادي عادي، أنا ما رح أزعل بالمرة. هي بابا خلاص مثل هيك 100%. يلا الآن إحنا لازم قبل غروب الشمس نتفقد كل أمور المواطنين. أنا لازم إني أطير ولازم إني أروح. وي هي يا طفل يا صغير، الآن أنت بدك إشي ثاني؟ لا ما بدك اي اشي تاني. يلا خلينا انا الان بدي اتفقد الامور كلياتها، مثل هيك خلينا اطير اشوف على اليمين وعلى اليسار. انا دائما بخاف من هاي القرية، قرية الوحوش، لكن انا في يوم من الايام رح اهجم عليها مع فريقي. ممتاز ممتاز، تم تحديد الهدف، هجوم على أحمد البطل. ممتاز ممتاز ممتاز، تعال لهنا، هذا قوته قوي جدا جدا جدا. تعال هون، خد لك هاي. شو هذا؟ اخ طفل صغير، هذا نفسه ما غيره. انا والله لكسر راسك تكسيره. واو شو هاي القوة؟ أنا هو القوي هون. والله إنك قوي جدا جدا يا طفل يا صغير. يا أحمد الآن أنا بصير إن أجي عندك على الكوكب تبعك. للأسف الشديد لا يا طفل يا صغير، أطلب أي طلب ثاني وأنا رح أنفذ لك إياه. يا سلام، طيب ماشي، أنا بطلب إن أطلع كوكبك. لا طيب انا بطلب ان اعانقك. اكيد 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 حبيبي يا طفل يا صغير، انت انقذتني، شكرا لك كثير كثير. هي انت يا حارس قرية الشر، انا بوعدك ان في يوم من الايام رح ادمر هاي القرية كلياتها. طيب ابتعد عن وجهي، انا في يوم من الايام رح اسويها. يلا باي يا احمد يا بطل، الى اللقاء يا طفل يا صغير، شكرا لمساعدتك. العفو. والله هذا الطفل الصغير رائع جدا جدا. خلينا ارجع على كوكب الخاص. وبعد عودة احمد البطل الى كوكبه، هذا ما حصل.
وهين وصلت انا الان على الكوكب الخاص فيي. وبا مثل هيك واو واو واو. انا بحب كثير كثير هذا المنظر. بحب انا يكون في كوكبي هدية ورقة. هاي الورقة مكتوب عليها انا من انا فرفور الطفل اللي كان معك قبل قليل، حبيت اني اهديك هاي الهدية. اوه خلينا نجرب اني اخذ هاي الهدية. واو دفاع شيلد درع اسطوري زي ما انت شايفين. شو هذا هاي شو اللي جالس بصير؟ وش هذا شو اللي جالس بصير؟ العصا معي من وين جالسة بتطلع؟ الدرع هذا انقذ حياتي. الاسهم هاي من وين؟ شوفوا كمية الاسهم الكبيرة. وال 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 شو هذا خلاص هذا بكفي، انكسر الدرع. انا لازم اني انزل هون. شو اللي صار شوفوا كمية الاسهم الكبيرة جدا اللي اجت في هذا المكان، كمية كبيرة جدا. لكن الدرع انقذ حياتي. اكثر من 20,000 سهم نزل على رأسي، لكن انا لم اموت، كله بسبب الطفل الصغير. غريب جدا، كتب لي اشي بالنهاية، بس ايش مكتوب؟ ممكن اني انا اجي وعلى الكوكب تبعك واشوف كوكبك. بصراحة انا الان بدي اخلي هذا الطفل الصغير اللي اسمه فرفور ينزل على كوكبي. فرفور هين انا بالاعلى. كيف عرفت انهم رح يهجموا علي واعطيتني هذا الشيلد هذا الدرع وانقذت حياتي؟ انا عندي جميع الحلول. جميع الحلول، تفضل. هذا هو اجمل يوم في حياتك، اسعد يوم في حياتك. هاي فرفور. ايه بابا ادم الصح حكيت انك ما بدك تدخله؟ اليوم انقذ حياتي مرتين. فرفور نعم اليوم اول يوم واخر يوم. اليوم لمدة 24 ساعة رح تبقى في هذا الكوكب. ياي يا سلام ياي صديقي الجديد الرائع جدا. يلا بتقدر الان يا فرفور انك تتعرف على الابطال الخارقين اللي موجودين في هذا الكوكب. يا سلام. رائع جدا. بابا عاد انا افرجيه؟ بالتأكيد يا زعرور. يلا روحوا استمتعوا. ياي هذا اليوم اجمل يوم بالحياة. شايفين كيف هذا؟ لا تسألوني كيف انقذ حياتي، ما بعرف، صدفة مش صدفة، لكن اللي بعرفه هو هذا الاشي اللي صار. وفي اليوم التالي هذا ما حصل. واو اليوم يوم غريب، ما بعرف ليش، بصراحة الكوكب فارغ. انا دائما بشوف زعرور وكركور وليلي بيلعبوا هون، بس اليوم غريب، مش سامع صوت اي احد. يا احمد البطل. اهلا يا صديقي رئيس المراقبين. انا هيني حددت الوقت المناسب وانا بحكي لك يا احمد. تفضل هي القبعة الخاصة في رئيس المراقبين. يا احمد البطل كمان اسبوع واحد فقط رح يجي بديلي. انا اسف كتير وانا بعتزل هذا الكوكب. انا اسف كتير انا استقلت. طيب فهمني. انا اسف، ما رح افهم اي احد. فهم نفسك بنفسك يا احمد البطل. شو اللي صاير؟ والله امر غريب جدا هذا اللي صاير. اكيد مقلب او ما شابه. شو اللي صاير؟ انا ما بعرف. هيا يا رورو، هيا اخوك احمد البطالة. اهلا يا عائلة الثانية، جوجو رورو ليلي. احمد احنا منقدم استقالتنا بصراحة
بصراحة إحنا آسفين كتير كتير. نعم نعم، هذا ليش اللي أنا كنت بدي أحكي لك يا أحمد البطل. أحمد البطل، إحنا حددنا الموعد اللي بدنا نبني فيه الكوكب الخاص فينا، وحددنا العمال وكل إشي ممتاز. ويلا يا أحمد البطل، إلى اللقاء. شو اللي صاير؟ شو اللي صاير؟ أمر غريب جدا جدا، رئيس المراقبين، جوجو البطل، رورو البطلة، وكمان ليل البطلة، شو اللي صاير؟ وأنا حيني جيت معهم أحمد البطل. ما توقعتها منك يا عم أحمد البطل. مع السلامة يا أحمد البطل. خليني أنا الآن، ما بدي أخليه هذا يهرب مني بتاتا بتاتا. أنا بدي أسأله شو اللي صاير. كاركور، وين كاركور اختفى؟ كاركور البطل، غريب جدا جدا اختفوا. اخ اخ على الترباي، هاي هي نهاية الترباي. خود يا ابني يلا خليني اطلع انا. اقول لك استنى استنى شوية احمد البطل، اعوجك واحد قليل ادب مش مربع. ابوي شو اللي صاير معاك؟ شو اللي صاير معاك؟ ما بدي اخلي ابوي يطلع من هو. وين ابوي؟ حتى ابوي وين هذول اللي اختفوا؟ شو اللي جالس بصير؟ ايش اللي جالس بصير؟ خليني انا بدي اروح اشوف سوس البطلة، هي على ما اتوقع هي الباقية. خليني افتح الباب. يا سوس البطلة افتح الباب، افتح الباب. ايش بدك؟ ايش بدك؟ خليني انا بدي اكمل. انا الان بدي اخذ ملابسي، اعطيني هذا البوت وهذا البنطال وهذا الفستان. ممتاز ممتاز أحمد البطل، أنا ما توقعتك مثل هيك. أنا آسفة على كل لحظة قضيتها معاك، أنت ما بتستحق هذه العشرة. مع السلامة مع السلامة. هاي أنا ما بدي أفرطها بالمرة بالمرة. وين اختفوا هذول؟ وين هذول جالسين بيختفوه؟ والله غريب كثير كثير. افضل افضل بشر ام الاطفال، الاطفال الموجودين في الاسفل. اخص على هيك البطال. انتو كمان ايش اللي صاير؟ ايش اللي صاير في هذا العالم؟ انا مش عارف بالمرة بالمرة. شو هذا؟ وهذا كل اشي صار 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 صار, صار. ايه احمد البطل. ايه مين هذا؟ شو اللي بيحكي لهم؟ يموت احمد البطل، يموت احمد البطل. هاي يا اطفال، ليش حاطين صورتي انا وعليها هذا الاكس؟ ليش؟ لان يا احمد البطل انت واحد ما بنوثق فيك بالمرة بالمرة. هذول شو مالهم؟ شو اللي صاير بالعالم؟ ليش الجميع بطل يثق فيي؟ شو اللي صاير؟ كله بسبب ذاك الطفل الصغير اللي اسمه فرفور، ولا كيف كيف؟ فرفور تعال إلى هنا، لا بدي إياه بشغلة ضرورية. فرفور أنا جاهز. إيه شو هاي السرعة؟ كيف وأنا معك ساعدتك أكثر من مرة صحيح؟ نعم صحيح، لكن أنا شفتك جالس بتتكلم مع شخص أو مع أطفال موجودين بالأسفل. يا بابا يلا بدك إشي؟ يا فرفور شكرا لأنك أنت بينت لنا الحقيقة. شو اللي بينت لنا الحقيقة؟ إيش اللي بتحكي؟ أحمد يا أحمد بدك أحكي لك أنا إيش حكيت لهم عشان يزعلوا زي هيك؟ نعم بسرعة بسرعة. طيب تعال معي تعال معي. أوه خليني أنا الآن بدي أتبعه وبدي أنا أعرف شو حاكي لهم عشان جميع اللي موجودين في هذا الكوكب يزعلوا مني. مراقبين، الأبطال، الجميع. أحمد تعال قدم إلى الأمام. أيوة ممتاز، إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام. طيب وبعدين؟ أيوة انزل أنت هون. ممتاز 100%. الآن أنا بدي أحكي لك بعد 1 2 3. شو اللي سويته؟ شو اللي سويته؟ طلعني. واخيرا اجى دورك يا احمد البطل. هاي ليش انت هيك سويت؟ ليش؟ انا الان بدي اعترف لك مين انا بكون. انا هو ابن
أحمد الشرير. في هذاك اليوم العاصف الثلج المطري القوي جدا جدا، لما أعدمت أحمد البطل ذكريات مؤلمة جدا جدا إلي أنا. أنا كان يتقطع قلبي، لكن اليوم إجا دورك عشان تتعذب أنت أكتر وأكتر. طيب إيش حكيت لهم؟ شو حكيت لهم؟ حكيت لهم هاي اسمعوني جميعا، ليلي، كركور، الجد، رورو، زعرور، المراقب، الجوج البطل، وصوصي البطلة. اه نعم نعم، انت مين اول اشي؟ انا هو فرفور، وانا بحبكو كلياتكو، لكن دا احكي لكو الحقيقة المرة. ايه شو الحقيقة المرة؟ اول اشي انا بحب اني اعرفكو عن نفسي، انا فرفور، واحمد البطل رح يعيني ملك هذا الكوكب، وهو حكالي اني اطردكو كلياتكو، ليلي، الجوجو، والجد، كلياتكو. مستحيل مستحيل هذا الكلام، مستحيل. اذا مستحيل كيف انا قدرت اني اجي وادخل على هذا الكوكب؟ ايه والله ما توقعت انا هذا الكلام. اه والله ما في اي احد بدخل على هذا الكوكب الا بموافقة بابا احمد البطل. 100%. وانا بحكي لكم انه انا بحبكم كتير كتير، لكن احمد البطل بكرهكم كتير وبده يطردكم جميعكم. فانا حاب احكي لكم انكم تقدموا استقالتكم قبل ما يطردكم. ايه والله كلامك صح، والله كلامك صحيح 100%. لا حيف عليك رجالة. او والله والله بابا طلع مش بطل خارق. خطفوا على هيك الترباي. لس لس يلا انا حبيت احكي لكم هذا الاشي. مع السلامة. شكرا لانك حكيت لنا الحقيقة. العفو. احمد البطل ما بحبكم بالمرة بالمرة، وبدي يدمركم تدميرة. شو اللي صاير هون؟ شو اللي صاير هون؟ ايوه خليني اسكر. اوه شو اللي صاير؟ هاي يا اطفال. كل هذا سويته انت يا طفل يا صغير؟ كيف اقنعتهم؟ كيف؟ مين اللي علمك هاي الحركات؟ اللي علمتني هي ماما سوسي الشريرة. اهلا وسهلا بك يا احمد البطل، انت اعدمت زوجي احمد الشرير، فاحنا جينا اليوم عشان ننتقم. انا راح ادمركو اذا بدكو يا متابعينا الاساطير ان ننتقم بالفيديو القادم. لا تنسوا انكم تشتركوا في هاي القناة وتشوفوا الفيديو اللي نزلته في قناتي احمد ناجح. نعم نعم عبا وجهه فاحم. اكيد اكيد، لكن انا بوعدكم انه راح ترجع الحياة كما كانت الفيديو القادم.